مثل ما شفتوا مشاهدينا، المكونات للوصفة الثالثة هي سلطة البطاطا على الشاشة. هلا رح نفرجيكم المكونات. هي بطاطا مسلوقة أو مشوية، فينا نشويها بالمايكروويف ونقشرها ما في مشكلة. أطيب تكون مشوية. 4 أو 5 كوس وسط، باقة بقدونس، بصلة حامضة ونص أو حامضتين، زيت زيتون، بابريكا هي الفليفلة الحلوة، ملح. لتحضير سلطة البطاطا رح أقطع البطاطا لمكعبات، وفينا هالوصفة مشاهدينا ناكلها مع قشرتها إذا كان مغسلينها، بس اكيد انا قلت للمنظر الوصفة قشرتهم. هاي قطعنا بطاطا لمكعبات، يعني بس نشويها بالمايكرويف بدل خواصة فيها، ما بتروح بالماي المسلوقة. هون أنا شويتها لكن بعده لونه أصفر غامق. والبصل بدنا نقطعه كتير ناعم، ودايما البصلة بس بدنا ناكل السلطة من قصها مش طيبة نقص البصل قبل بوقت. من هيك أنا ما قطعت البصل، البقدونس ما بهم، بس البصل لازم تكون طازة تعطي نكهة مش طيبة إذا كانت عتيقة. بصل الني مفيد للقلب للكوليسترول، ما في وحدات حرارية وبيطيب الأكل. وإذا عندكم مشكلة من ريحة البصل فينا ناخد بقدونس خضراء، آخر شي ناخد حبة بقدونس أو كزبرة تخفف من ريحة البصل، ما تعتلو هم. ضفت أنا البصل فوق البطاطا، راح ضيف بقدونس كمان أكيد مغسل ومقطع، ضيف زيت الزيتون هون حسب الحمية، إذا عاملين حمية فيكن تعملوها بلا زيت. حامض كمان حسب الحموضة اللي بنحبها. الملح. هيدي سلطتنا صارت حاضرة بثواني. سلطة طيبة وسريعة ومفيدة. هاي عطيناكم 3 وصفات بالبطاطا، ان شاء الله تكون عجبتكم وصفاتنا، وعطول راسلونا على البريد الالكتروني اللي بتشوفوه على اسفل الشاشه، والى اللقاء في حلقات قادمه.